اعتقاد كان سائدا أيام السيد يسوع المسيح، وهو بأن المرض عقاب للخطأ، وبأن مصائب الأولاد قبل ولادتهم تكمن في خطايا والديهم. لذلك تلاميذ يسوع المسيح عندما رأوا الأعمى منذ مولده، سألوا يسوع بكل ثقة: ربي، من خطئ، أهذا أم والداه حتى ولد أعمى؟ وإجابة يسوع للتلاميذ ولكل إنسان لديه هذا الاعتقاد هي: لا هذا خطأ ولا والداه، لكن كان ذلك لتظهر فيه أعمال الله. يذكر لنا الإنجيلي يوحنا في الفصل 9 قصة شفاء هذا الأعمى منذ مولده. إذ بعد أن أنهى يسوع كلامه مع تلاميذه، تفل في الأرض وجبل طيناً وطلى به عيني الأعمى، وقال له بأن يذهب ويغتسل في بركة سلوام، وعندما اغتسل الأعمى عاد بصيرا. حينها بدأت قصة إيمان هذا الأعمى منذ مولده، تظهر أولا لوالديه، ثم للأقارب والجيران والفريسيين، إلى جميع الشعب اليهودي. فهل يمكن أن يتحنن الله على إنسان خاطئ ويشفيه؟ وبعضهم الآخر لم يصدق بأنه هو نفسه الذي قد ولد أعمى، لذلك سألوا والديه. لنستمع معا إلى قصة شفاء الأعمى منذ مولده. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أقرأ من إنجيل القديس يوحنا الفصل 9 من الآية 18 إلى الآية 38. فسأل اليهود والديه: أهذا هو ابنكما الذي ولد أعمى كما تقولان؟ فكيف يبصر الآن؟ فأجاب والداه: نحن نعرف أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، أما كيف يبصر الآن فلا نعلم، ولا نعرف من فتح عينيه، اسألوه هو يجيبكم عن نفسه، لأنه بلغ سن الرشد. قال هذا والداه لخوفهما من اليهود، لأن هؤلاء اتفقوا على أن يطرد من المجمع كل من يعترف بأن يسوع هو المسيح. فلذلك قال والداه اسألوه لأنه بلغ سن الرشد. وعاد الفريسيون فدعوا الرجل الذي كان أعمى وقالوا له: مجد الله، نحن نعرف أن هذا الرجل خاطئ. فأجاب: أنا لا أعرف إن كان خاطئا، ولكني أعرف أني كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له: ماذا عمل لك وكيف فتح عينيك؟ أجابهم: قلت لكم وما سمعتم لي، فلماذا تريدون أن تسمعوا مرة ثانية؟ ألعلكم تريدون أنتم أيضا أن تصيروا من تلاميذه؟ فشتموه وقالوا له: أنت تلميذه، أما نحن فتلاميذ موسى، نحن نعرف أن الله كلم موسى، أما هذا فلا نعرف من أين هو. فأجابهم الرجل: عجبا، كيف يفتح عيني ولا تعرفون من أين هو؟ نحن نعلم أن الله لا يستجيب للخاطئين، بل لمن يخافه ويعمل بمشيئته. وما سمع أحد يوما أن إنسانا قد فتح عيني مولود أعمى، ولولا أن هذا الرجل من الله لما قدر أن يعمل شيئا. فقالوا له: أتعلمنا وأنت كلك مولود في الخطايا؟ وطردوه من المجمع. فسمع يسوع أنهم قد طردوه، فقال عندما لقيه: أتؤمن أنت بابن الإنسان؟ أجاب: ومن هو يا سيدي فأؤمن به؟ فقال له يسوع: أنت رأيته، هو الذي يكلمك. قال: آمنت يا سيدي، وسجد له. كلام الرب، الشكر لله. من خلال هذا النص نجد بأنه وسط كل الاضطرابات والحوارات المتكررة التي تعرض لها هذا الأعمى بعد شفائه، لم يتدخل يسوع المسيح، ونحن أيضا
وسط أزمات واضطرابات الحياة، لا يجب أن نحكم بأن يسوع المسيح قد تركنا، بل علينا أن نظهر ثبات إيماننا ونعلنه كما قد أظهره هذا الأعمى منذ مولده. وبعد أن صمتت كل الأصوات وطرد هذا الأعمى ولم يبقى أحد ليصغي إليه، وجده يسوع المسيح، لقيه وكشف له عن ذاته. ونحن أيضا عندما نرفض، عندما لا يبقى أحد ليصغي إلينا، لنتأكد بأن يسوع المسيح يجدنا، يلتقي بنا، يكشف لنا عن حقيقته ويؤكد حضوره الدائم، وبأنه يعلم مدى إيماننا وثباتنا. وأيضا نجد من خلال هذا النص بأن الأعمى منذ مولده والناس ينعتونه بالخاطئ. ليس هكذا فقط، وأيضا بعد شفائه حكموا عليه قائلين: أتعلمنا أنت وقد ولدت كلك في الخطايا؟ أما هو فلم يحكم على أحد. حتى عندما يوصف يسوع بأنه خاطئ أجاب: لا أعلم أنه خاطئ، ولكن أعلم بأني كنت أعمى والآن أبصر. ونحن أيضا كم من المرات نبقى عميان عن رؤية عمل الله في النفوس وبقدرته على شفائهم وتغييرهم، ونبقى غرقى في سيل أحكامنا على الآخرين. قصة شفاء هذا الأعمى منذ مولده تظهر لنا بأن ما يعتقده الإنسان مستحيلا يستطيع الله أن يجبله من جديد، وما ينظر إليه الإنسان نظرة حكم وسخرية ينظر إليه الله نظرة عطف وشفاء. آمين. شكرا لإصغائك لموضوع قصة شفاء الأعمى في سلسلة سأحيا الكلمة، كما يمكنك متابعة عدة مواضيع أخرى للاستفادة منها. وقد وضعت لك عددا من الأسئلة كتأمل وتدريب روحي، يمكنك الاستماع عليه منذ الآن.